أما البصات بيشغلوا فيها الأغاني وكذا، ما بجوز لبتاع البص ولا المضيف ولا غيره يشغل للناس المعصية، لأن الغنى ده يا جماعة باختصار رب العزة والجلال قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. الآية دي آية السادسة من سورة لقمان، ودي في تفسير ابن كثير: لهو الحديث هو الغنى. والآية 64 من سورة الإسراء، رب العزة والجلال خاطب الشيطان أو تكلم مع الشيطان فقال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. في تفسير ابن جرير نقل ابن جرير عن مجاهد عن ابن عباس وعن ابن مسعود أن صوت الشيطان هو الغناء، وكل كلام يدعو إلى معصية أو فاحشة. وفي سورة النجم آخر آيات: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم شنو سامدون. قال ابن عباس: السمود عند أهل حمير هو الغناء، يقال أسمدي لنا يا جاري، يعني غني لنا. أشكي في البخاري الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، يعني الزنا، والحرير ده معروف للرجال محرم، والخمر والمعازف. هذا كله في النهاية الإمام مالك قال: إنما يفعله عندنا الفساق. والشافعي قال عن المسمع بجاريته قال: ديوث ترد شهادته. والإمام أحمد سأله عن الغناء قال: ينبت النفاق في القلب ولا يعجبني. والأحناف مذهبهم كمان شديد في الغناء، وقالوا: آلات الطرب لا نصاب لها، آلات الطرب لا نصاب لها، وكلام كثير جدا. وابن عباس جاءه رجل قال له رضي الله عنه وعن أبيه: ابن عباس، ما تقول في الغناء؟ قال: يا هذا، أرأيت لو أن القيامة قامت وجيء بالحق والباطل، مع أيهما يكون الغناء؟ كن مع الحق، القرآن والتسبيح والخير والحق، ولو كن مع الباطل؟ قال: مع الباطل. قال: إذن أفتيت نفسك. وده الغنى، شوف الزمان، خلي السدة ده البتاع اللخبة، أمس دي والذي رفع السماء، أول أمس مش أمس، راكب في العربية في الحافلة ماشي من الفتحاب للشعبي، شغل لنا غنية، قال في غنية شكلها قديمة، قال قصة ريدة بين اثنين، بين مسلم ومسيحية، أحلف لها بالإسلام وتحلف بالمسيحية. فاللخبطة دي والله، وتركب في العربية كلها لخبطة ساية، لقيته في اللفة والألم العلي خفة، يا تعلم يا ود. والله بنشغله، أنا ما سمعتها مباشر، سمعتها من عمك كذا، وعمك ذاته ضل الله يهديه نبي يجمع، وكلها لخبطة وراك قاعدين يا أخي، نحن راكدين في سريرنا الشفع علمون هالشافع، أنا حريض على دار حفظ القرآن، لقيته راقد كذا وتابق لي بتدقة يا أجي، أنا أقعد الناس، أنا ما أقوم أدقك أنت ذاتك، والله الذي لا إله غيره. الشافع في البيت حيرنا، تدقة وأزعل طرش قد شقة، وأهالي كعبين ولا شنو، وكتالك كعبين وفيها دق، ما تدق الباب عديل يا أخي، دقوا الباب قول لها انا دار اتزوجها وبعاقد لكم، انا بعد ذاك نديك ان شاء الله كيس زلاب يا هديه ما بشي. طيب، وكلها لغوسه، شفت الغنى ده، واوهم الشباب، زول تلقى يسمع قران، اصوات جميله، ناس قراء، لو خشيت النت تكتب تلاوات خاشعه وكذا، يجيبوا لك ناس يبكوا، والله انت تحرى، المهم يجيبوا لك ناس يبكوا، وتلقاه يخلي الغنى، يخلي القرآن عفوا، وتلقاه في النهاية يسمع له في غنية وبراء، وتلقى لابد كذي ويبكي كر دموع سائل. اسمع، زي قصة كم مرة ذكرتها، واحد كان زمان في زمن التابعين اسمه زاذان، الزول له فنان بيلعب اللغة العصرية، يعني فنان عديل، وبغني وشايل عود وقاعد يغني وصوته جميل. فمر به عبد الله بن مسعود وهو من الصحابة رضي الله عنه، من علماء الصحابة،
فسمع فرأى الرجل وهو يغني فقال له: ما أجمله من صوت لو كان في كتاب الله. والله قال له: صوتك ده بيكون سمع لو شغلته في القرآن. شوف الكلمة دي، وده فنان. قال: فلما تقدم قال لبعض جلسائي: من هذا؟ ده من الزول قال لي الكلام ده. قالوا: هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا صحابي عديل، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فذهب إليه فركض إليه، فلما أقبل عليه وضع وجهه في صدره، في صدر ابن مسعود، وأخذ يبكي وتاب إلى الله تعالى. شوف، من بس كلمة أثرت فيه. فنحن والله خايفين على الناس. الصلاة دي الزول يا جماعة الفات، إن شاء الله الله إذا تاب الإنسان إلى الله تعالى الله يتجاوز عنه. تبدأ تصلي وترجع إلى الله، لأنه في بعض العلماء، وده صحيح من أقوال أهل العلم، بيقولوا ترك الصلاة ده، ابن عثيمين عنده كتاب اسمه أحكام الصلاة، قال تارك الصلاة، قال في هذه الدنيا ذكر بعض الأحكام، قال لا يزوج من المسلمين، وإذا ذبح لا تؤكل ذبيحته، قال وإذا مات، قال وإن كانت معه زوجة فإنها تفصل عنه، تطلق أو تفصل عنه، قال فإذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يحفر له حفرة بعيدا عن مقابر المسلمين ويلقى بخشبة في هذه الحفرة. قال ولا يجوز الترحم عليه، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم، بينهم ديل منه الكفار، صح ولا ما صح؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. والحمد لله في ناس فيهم خير. الزول اللي بيسمع النصيحة من نفسي الآن ما بصلي، امشي اغتسل ويتوب إلى الله تعالى وإلى آخره، ويجدد إسلامه ويتشهد ويصلي ويغتسل ويصلي المغرب والعشاء. الفاتن دي السنوات الفاتت دي ما بنقول لي يلزمك تصلي حق سنة كاملة، ده بيرجع بخليها تاني بيقول شغلة دي كثيرة، ده بس تصلي المغرب والعشاء، لأنه ده وقت الوقت ده بيشترك فيه المغرب إلى الآن، وإن كان وقت المغرب ده انتهى بالعشاء، لكن هم وقت مشترك، فيصلي وبعد ذاك يتوب إلى الله ويكثر من النوافل ويجتهد، والله بيتجاوز عنه وبيرحمه إذا مات على خير إن شاء الله. فنكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا على حسن السماع، والخميس الجاي الناس إن شاء الله تحرص على الحضور. بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا.